وختامها مسك وختامها حلا، شخصية وفنانة جمعت ما بين الإحساس المرهف، الرقة في المشاعر، الصوت الطربي الجميل، الإمكانيات الأدائية الرائعة جدا، بالإضافة للثقافة الموسيقية العالية. أنهت دراستها الموسيقية في الأكاديمية الأردنية للموسيقى، شاركت بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية مثل مهرجان جرش، مهرجان مسقط، المهرجان طبعا في السودان أيضاً بالعاصمة لما كانت عاصمة الثقافة في أحد السنوات، ومهرجان طرابلس بلبنان والكثير من المهرجانات، وحصلت على العديد من الجوائز. هالشخصية اللي جمعت ما بين كل هالحالات الفنية قدرت تصنع حالة مميزة بالوسط الفني الأردني لحتى تعكس صورة بلادها بأجمل صورة وأجمل لون. الفنانة الأردنية نانسي بيترا، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك دعاء، وصباح كل مشاهدينا عبر شاشتنا الحبيبة الشاشة الأردنية. حبيبة قلبي، أجمل لون أنا حكيت اللي هي من آخر أعمالك، الأغنية الجميلة جدا واللي لاقت أكيد إعجاب من المتابعين والمشاهدين. خلينا نحكي أول شيء عن هذا العمل، وبعدين رح نحكي كثير قصص عن جمال الصوت وعن جمال الحضور. خليك يا رب. أجمل لون هي من كلمة يوسف ناجي ومن ألحان وتوزيع سيف. هي أغنية طابع رومانسي رايح للحن المودرن الخفيف المودرن. أجمل لون يمكن أنا بعتبرها يعني من بداية أعمالي. الصراحة أنا كتير حبيت أجمل لون، حسيت أنه كتير بتشبهني. نعم. مشان هيك هي بتعنيني كثير، وحاسسها انه هي رقم واحد هلا بالنسبه لإلي. بتعتبريها هي البدايه الفعليه يعني بالضبط؟ يعني يمكن قبل كان في شويه تجارب، لكن كانت تجارب تاخذي منها خبره، لكن حسيت انه الامور تبلورت اكثر باغنيه اجمل لون. وحسيت انه الناس حبتها اكثر، حبت صوت نانسي بهاي الاغنيه بشكل اكبر. نانسي بيترو الصوت الطربي الجميل، احنا بنفتقد يمكن للاصوات النسائيه الاردنيه، ولكن انت كمان مش فقط صوت نسائي او فنانه اردنيه، انت صوت اصلي طربي ودارسه الفن والموسيقى كدراسه اكاديميه. قد ايه مهم الفنان يكون اكاديمي او موسيقي كدراسه؟ شوفي كثير مهم، بتثقل الشخصيه وبتخليك بتعرفي شو تقولي شو تختاري، بتساعد كتير بموضوع الخيارات، موضوع انك تفهمي شو عم بتغني، مش مجرد انه عم تغني بس. نعم. مجرد هواية. التعامل حتى مع الموسيقيين بيخلي الامور تكون احسن واريح لما انت تكوني دارسة موسيقى. انا دايما بفضل انه يكون انسان اكاديمي، مع إذا في موهبة طبعا، هذا إشي كتير أكيد، وبتساعد أكثر للحياة بشكل أفضل أكيد بهذا الشيء. حلو كتير. أنت كمان عكستي هاي الدراسة على تدريس الطلاب الموسيقى. أنا بدرس موسيقى. ما ابتعدتي أبدا رغم نجاحك بالمشوار الفني، ولكن ما ابتعدتي عن تدريس الموسيقى. خبرينا ليه بتحبي هاي التجربة ومصرة أنك تكملي فيها؟ شوفي دعاء، يمكن لقدام شوي أتفرغ للفن أكثر، بس بهاي المرحلة أنا سعيدة صراحة بموضوع تدريس الموسيقى. يمكن من خلال الطالبات بتشوفي، أنا بدرس طالبات بوجه لهم تحية كتير كبيرة، يمكن من خلالهم بشوف حالي الصراحة. يمكن أنت شاركتي معنا بتجربة نحن قمنا فيها بالمدرسة اللي هي التالنت شو، اللي من خلالها أنا بقدر أشوف مواهب الصبايا كيف عم بيقدموا عندي، سواء كان غناء أو تمثيل أو عزف. أنا بشوف حالي فيهم. يمكن أنا بدور على شيء أنا كنت بفتقده من زمان. كنت أتمنى لو أنه تيجي فرصة بالمدرسة أغني فيها أكثر، أنه يسمعوا صوتي أكثر. فهذا الشيء خلاني أعكسه على طالباتي، أنه أعمل لهم شيء يساعدهم يبينوا مواهبهم، يتحمسوا شوية تشجيع، حتى يمكن لو كانت في خامة بس لسه ما في خبرة، بنساعدهم أكثر يتشجعوا ويقدموا الإشي اللي عندهم. يمكن لو قدام يشوفوا حالهم بشيء معين يقدروا أنهم يكملوا فيه. هي مجرد دعم صغير بيعطينا دفعة لقدام تكون كتير أكبر. صحيح 100%، وهذا شفته أنا يمكن بعيون الطفلات والطالبات وقت التالنت شو، وقت المهرجان اللي عملته. هذا الشيء يمكن أنت بيسألك لما أكيد. صح أكيد. طيب نافستي كبار مطربات الطرب العربي حين وقفتي على عدة مسارح عربية، ومؤخرا على مسرحنا إحنا اللي نعتز ونفتخر فيه اللي هو مهرجان جرش. كيف كانت هالتجربة؟
تجربة، أنت مش أول تجربة لك طبعا مهرجان جرش، ولكن وقوفك على هالمهرجان ولعدة مرات واختيارك أنت أكثر من مرة، كيف كانت بالنسبة لنانسي بيترو؟ شوفي دائما كل مهرجان له رونق خاص الصراحة، بيعطيكي حماسة مختلفة أنك تقابلي الجمهور بكل مرة، وأنك تكوني قد المسؤولية بالشي اللي عم بتقدميه للناس، أنك تطلعي بصورة حلوة يشوفوا شخصيتك. لا يمكن دائما الشاشة مرات بتكون بعيدة، أو نعم. أنك تسمعي عبر الإذاعة أو تسمعي على يوتيوب، الفنان بيكون بعيد، لكن مجرد وقوف على المسرح بتكوني قريبة كتير من الناس، وقدي الناس بيعطوا دعم وقدي بيعطوا طاقة إيجابية لهالفنان. نعم. حتى يقدم أفضل ما عنده لإلهم. نعم. ويراعي أنهم جايين يسمعوا، فبدي أقدم أحسن شيء. شو رأيك نسمع شيء بما انه عم نحكي على الطرب وعلى نسمع شيء هيك لايف؟ نقول اشي صباحي. يلا بدنا نقول وطني يا جبل الغيم الازرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، وطني يا جبل الغيم الازرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وساعديني وساعديني، يا وطني جيراني بالقنطرة تذكروني، وبلابل القمر يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار أحفافيك وجوه جدود العمروا، عاشوا فيك من 100 سنة، من 1000 سنة، من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، وايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي وانت الغني وانت الديني، يا وطني. على الصوت وعلى الإحساس الحلو، يسلم هالصوت. نانسي بيترو من الفنانات الملتزمات على الساحة الفنية، قدي بتواجهي صعوبات، خاصة انك ذكرتي باحد وسائل الاعلام عن عدم الدعم للفنان الاردني، عن قلة شركات الانتاج، شو الصعوبات اللي بتواجهيها كفنانة؟ شوفي يمكن الالتزام صعب، بحيث انه انت بدك تفرضي شيء معين من خلال مسيرتك الفنية، بتحسي أنه التقبل للموضوع بيكون صعب أنك تفرضي وجود، لكن أنا بشوف أنه فيه استمرارية أكثر. نعم. بشوف أنه أكثر ثبات للشخص اللي بيكون عنده التزام معين بيقدمه للناس صورة معينة. يمكن أنا مشان هيك شوي بطيئة باختياراتي، حتى حريصة بموضوع حفلاتي، وين بدي أقدم، كيف بدي أقدم، بتعنيني كتير الصورة اللي أنا بدي أبين فيها للناس، وهي صورتي الفعلية يعني صراحة دعاء، مش بعيدة عني يعني. أنا مش بتصنع الموضوع تصنع، أنا بحس أنه هيك أنا مرتاحة أكتر لما أنا بكون عم بقدم الشيء اللي بيناسبني أكتر، لحتى أنا أكون قادرة أني أفرض وجودي بشكل أفضل للناس. فهي فعليا في صعوبات كتير كبيرة، بالتالي قلت يعني كيف بدي احكي لك، قله مشاركاتي بكثير اشياء، رفضي لكثير اشياء اني اشارك فيها، يمكن بتخلي شوي موضوع المردود المادي ضعيف، فبالتالي في قله بالانتاج. نعم. يمكن محتاجه فعليا انه يكون في شركه مؤمنه بنانسي انها تقدر انها تساعدها وتكون موجوده معها لاستمراريه العمل. نعم. الفني، انت بتعرفي. نعم. يمكن الفنان اذا بغيب شوي مع هالكم اللي كثير كبير موجود، مع المنافسه
بضيع الصراحه، وبحس انه بيرجع مره ثانيه محتاج وقت كثير كبير ليرجع يفرد وجودنا اول صحيح. وجديد. شاركتي بالعديد من المهرجانات العربيه، وقفتي على اهم المسارح العربيه، هل عمرك فكرتي يوم من الايام انك تشاركي ببرامج عربيه اللي ممكن انك تساعدك لحتى تزيدي الشهره، ولا ما خطر في بالك الموضوع؟ شاركت من ولا زمان، ولا ما بتشجعي مثلا؟ انا مش معني ما بشجع، انا شاركت من زمان، بس يمكن اكتشفت شغله بحالي انه انا ما بقدر اغني ضمن الضغط النفسي. نعم. يعني بحس انه انا لازم اكون مرتاحه مشان اغني. موضوع الغنى لإلي مش منافسه، هذا اللي انا اكتشفته الصراحه بحالي، انه انا بالوقت اللي بحس انه انا قادره اني اقدم من قلبي بقدم. نعم. مجرد احس حالي اني مضغوطه ضمن منافسه وانا بدي انافس، انا ما بفضل موضوع المنافسه. طب انت كمان شاركتي بمسرحيات وبتدرسي كمان الموسيقى والفن والدراما، هل ممكن تتجهي يوم من الايام للتمثيل او التمثيل الغنائي مثلا؟ ممكن. اذا التمثيل الغنائي ممكن افضل اكثر من موضوع الدراما. يمكن انا الدراما بحبها، بس حاسه انه انا محتاجه اني اركز على موضوع الغناء اكثر من نعم. موضوع التمثيل. يمكن يكون لوقت ثاني او لتمثيل شخصيه معينه لها علاقه نعم. بموضوع الغناء. نعم. ممكن لقدام يكون في طيب شيء. شو اخر هلا مشاريع نانسي بيترو؟ شو في جديد ممكن تعطينا اياه حصري؟ شوفي، في محاولات كثير، عم بحاول اسمع مجموعه من الاغاني لاختار الخطوه اللي رح تكون بالوقت الحالي. سمعت شوي اشواء مجموعه، في وحده تقريبا هلا الاختيارات بناء عليها رح نبلش باذن الله نعمل توزيع، هي من كلماتنا الاردنيه هيك اللطيفه للقلب، وان شاء الله انه تنال اعجاب الناس وتطلع الاغنيه بتشبه نانسي. طيب خلينا هيك نسمع مقطع صغير من اجمل لون منك لايف، وفي الناس طبعا يسمعوها عبر قناتك على اليوتيوب اللي حابين يعرفوها اكثر. بختام هاللقاء احنا بنتشكرك، ورح نختمها بصوتك الحلو من اغنيتك الجديده اجمل لون. خليكي يا نور عيوني بدي تسمعني، لا تهرب مني وعنك تمنعني، قلبي عغيابك والله بيوجعني، انت كل الناس انا كرمالك بدي انسى، لو شي مر علي بتقسى، رح اقول بحبك بدي قلبك يسمعها بإحساس، يا حياتي انت يا كل الكون، بدي تبقى يا عمري هون، الحياة من دونك سودة وانت أجمل لون، يا لهفي بحس جوا أنفاسي، شو عامل فيه مخربت أحساسي، مسجون بقلبك حبك خلاصي وبعلن استسلام، بس وعدني تضلك حدي، كتفك يبقى مثل مخدي، خليك قبالي بعدك حالي محكوم بأعدام. الله، شكراً 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 للرائعة والجميلة قلباً وقالباً الفنانة نانسي بيترو، شكراً لحضورك.